بداية الحكاية منذ أن خلق الله عز وجل الخلق من إنسه وجنه، وكرم بني آدم على سائر مخلوقاته، فسخر له الأرض وما عليها ليستخلفه فيها، فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، ولكن إبليس أعرض ورفض الأمر بالسجود، فقال الله تعالى له: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أنا خير منه، لقد خلقتني من النار، أما آدم فمخلوق من الطين. النار أفضل من الطين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فقال الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ربي ربي، إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك، أمهلني أمهلني يا رب، أمهلني إلى يوم الدين، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأغوينهم أجمعين. فقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه، وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم، إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطان. ولما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد كما يريد هو لا كما يريد إبليس اللعين، طرده من رحمته ومنعه من اختراق الحجب التي كان يخترقها مع الملائكة. وتأتي النهاية، نهاية الحكاية، يوم الحساب، وإذ الشيطان يتبرأ من بني آدم وعمله بعد ما أغواه، فقال لهم: ألا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومعنى مصرخكم هنا في الآية الكريمة مغيثكم ومنقذكم، وليس معناها مناديكم من الصراخ والنداء. وقال الشيطان بعد أن قضى الله الأمر وحاسب خلقه ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم وعدا حقا بالبعث والجزاء، ووعدتكم وعدا باطلا أنه لا بعث ولا جزاء، فأخلفتكم وعدي، وما كان لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي، ولا كانت معي حجة، ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتموني، ولا تلوموني ولوموا أنفسكم، فالذنب ذنبكم، ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي من عذاب الله، إني تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله في طاعته في الدنيا. وإن الظالمين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب مؤلم موجع. فالنهاية واضحة، ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم ويغويكم وتتبعوه، لا هينفعكم دنيا ولا هيشفع لكم في الآخرة، بل بالعكس هيتبرأ منكم يوم القيامة وهيشيلكم الذنب كله. كفانا الله وإياكم، وساوس الشيطان واتباعه.